السلام عليكم. يقولوا لي لا تطلع بالتلفزيون، عندك بلاونزة. بس القصة ما تتعلق بهذا الموضوع. أكو مقاتلين بالميدان الآن يقاتلون رغم كل ما يجري. بس خلنا نتخيل شوية معاناتهم، بس خلنا نتخيل شوية دفاعهم، خلنا نتخيل اللي الحماية اللي قاعد يسوون إياها. إيش ما يصير لازم نطلع وياهم ولازم نكون وياهم، عسى إنه الله سبحانه وتعالى يذكرنا وياهم فقط، لا أكثر ولا أقل. ثلاث أضعاف ما زج بيهم الكيان الصهيوني في حرب 2006، وهم خمس فرق ولواء احتياط، ما استطاعوا السيطرة على قرية واحدة من الجنوب اللبناني خلال 4 أسابيع منذ بدء العمليات لحتى هذه اللحظة. هذا ما يتحدث به الإعلام العبري. فمنذ بدء العمليات البرية في الجنوب أسقط الحزب أكثر من 90 قتيل وأكثر من 750 مصاب من ضباط وجنود جيش الاحتلال الصهيوني، ودمر 38 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآليات همر وآلية مدرعة وناقلة جند، وأسقط 3 مسيرات من طراز همرز 450 وواحدة من طراز همرز 900. وهذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الصهيوني في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة التي تدوي فيها صفارات الإنذار على طول اليوم، كما يحصل الآن في جنوب شرق حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية وعدد من المستوطنات والمناطق. وعلى هذه الوتيرة يستمر الحزب بقيادته الجديدة. الشيخ نعيم قاسم في أول كلمة له بعد تسنم منصب الأمين العام أكد الاستمرارية في تنفيذ خطة الحرب اللي وضعها السيد الشهيد السعيد شهيد المقاومة السيد نصر الله مع المقاومة، ووضع أيضا لوقف إطلاق النار عدد من الشروط وكأولويات للبدء بالتفاوض، رافضا التخلي عن إسناد غزة مهما حصل. إذن نعيم يلوح بجحيم. مرحبا بكم في حلقة اليوم، وأرحب بضيوفي دكتور هاشم الكندي الباحث في الشأن الإقليمي، والعميد بهاء حلال الخبير العسكري من بيروت، والأستاذ أنور ياسين الإعلامي والأسير الفلسطيني المحرر. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. حياكم الله. خمس فرق. تحياتي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. خمس فرق لواء احتياط، وما سيطر الكيان على قرية واحدة صار له 3 أسابيع، ما قدر يسيطر على قرية واحدة فقط. واليوم الشيخ نعيم قاسم يقول لهم تعالوا ادخلوا حتى نشتبك وياكم لحتى هذه اللحظة. شنو السر بالموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم دكتور محمد مع الدعاء بالشفاء والصحة التامة، تحية إلى ضيفيك الكريمين وإلى مشاهديكم وملاكاتكم. هذا الأمر ليس سرا، وإنما من يعرف المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله يعرف أنها عدت لكل شيء، لكل الاحتمالات، لكل السيناريوهات خطط، وهذا ما كان يؤكد بخطابات سابقة قبل طوفان الأقصى وفي أثناء. وأكثر من مرة سمعنا من السيد نصر الله رضي الله عليه هذه التأكيدات بأنهم لن يتمكنوا من أن يدخلوا أرض الجنوب، أنهم سيفشلون، وأن عندما أعلن الصهاينة بأنهم يواجهون مشكلة في نقص دباباتهم خارج، السيد نصر الله قال لهم إن كانت الآن المشكلة بالنقص فإنكم لن تجدوا دبابات عندما سيشاهدها العالم وهي تحترق، وهذا الذي تحقق. فبالتالي
الإعداد ورسم الاستراتيجيات عند حزب الله أمر واضح، وهو يعرف عدوه جيدا وعده له كل شيء. وفي هذه المنازلة نعم هو يعرف بأن الصهاينة سيضطرون بعد أن فشلوا كما فشلوا في غزة سيضطرون إلى الخيار الأصعب والأمر بالنسبة لهم، وهو الحرب البرية. وكان الإعداد لهذه الحرب البرية أيضا واضحا زين، سواء كان بالاستمكانات على الأرض والحضور، ولهذا كان الوقع ضربات المقاومين على الصهاينة كبير جدا وكبدهم خسائر كبيرة. نعم الصهاينة كانوا يعرفون بهذه أو جزء من هذه الاستعدادات، ولهذا زجلوا بهذا العدد الكبير من القوات التي سبقوها بقصف مكثف، سواء كان قصف مدفعي أو قصف بالطائرات، ولكنهم أيضا فشلوا. وبالتالي ما نشاهده هو تأكيدات ما رسم، وأيضا هو تأكيد بأن ما كان يعد به قادة المقاومة وما أكده اليوم سماحة الشيخ نعيم قاسم بأنه قال للصهاينة أنه يعدهم أو يوعدهم بهزيمة مطلقة. ولعل من يتابع تصريحات الصهاينة نتنياهو وغالانت في الأسبوع الأخير يجد مؤشرات لهذا الانكسار واستشعار الهزيمة، لأنهم يعلمون حقيقة مثلاً يعني عندما يقول غالانت بأنه على الإسرائيليين أن يستعدوا لقرارات مؤلمة في سبيل ما يسموهم استنقاذ الأسرى أو تحرير الأسرى، أو عندما يخرج نتنياهو في خطاب المهزوم المنكسر وأيضا الذي سمع بالإهانات وعيدت عليه عبارات ما كان يقول عنه شارون قبل أكثر من 20 عاما، عندما كان يقول عندما يصل نتنياهو إلى رئاسة الوزراء فإن إسرائيل ستكون إلى زوال، سمعها في الخطابة في الكنيسة وهو بوضع مختلف عما كان عليه في الخطاب الجمعية العامة عندما خرج ويصور نفسه بأنه هو حاكم الشرق الأوسط وهو لا هو كان يريد إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، الآن يتحدث يقول إذا سقطت إسرائيل سقط العالم، هنالك من يرسم له مستقبله السياسي الذي هو يعرف قبل غيره بأنه مرتبط بوقوف هذه الحرب وانتهائها. تمام سيادة العميد حياك الله. حياك الله، تحياتي لكم. ما زلنا نتحدث لحد هذه اللحظة عن عدم قدرة الكيان الصهيوني على الوصول إلى قرية واحدة، وربما يمكن يعني يمكن أنه نقدر نسوي تحدي، وإحنا هنا في بغداد نقدر نسوي نفس التحدي اللي كان يسويه سماحة السيد الشهيد، بأنه نريد من عندكم قرية واحدة تحتلوها ولكم ما تريدون من الوقت. قادرين على هذا التحدي؟ صديقي وسيدي الكريم، بداية أود أن أنوه أن عائلتي حلال وليس حلال. عفوا عذرا. حلال طبعاً. لا حبيبي على رأسي على رأسي. لكن عمليا نحن اليوم أمام جبهة في الجنوب اللبناني تمتد على مسافة 120 كيلومتر بتماس مع الحدود الفلسطينية المحتلة. ظن العدو أنه بحشده لخمسة فرق عسكرية توازي حوالي 70,000 جندي أنه يستطيع بإسهال ما يريد أن يحقق أهدافه من خلال توغل بري وصفه بالتوغل البري المحدود، وبدأ بوقت 20 الحالي لأنه بدأ بتوغله وحاول أن يخرق من أكثر من محور معتمدا على مبدأ المشاغلة في أكثر من محور، مما أظنه هو كان يظن أنه يستطيع أن يخرق هذه المحاور، وبالتالي المقاومة قد ضربت ضربة قاسية ولكنها الحمد لله ليست قاضية، هو اعتبرها قاضية وذهب باتجاه
رفع سقف أهدافه، يريد ترتيبات سياسية، يريد دفع بحزب الله والمقاومة باتجاه شمال الليطاني، وحتى فكر أيضا وفق مواقع الإعلامية والمصادر المحللين العسكريين الصهاينة أنهم يريدون دفع حزب الله باتجاه الأولي، وقال أنه لا يريد 1701. ما حدث أن المقاومة استطاعت أن تفاجئ هذا العدو، وهذه المفاجأة تتطور وتتطور وتتطور حتى وصلنا إلى هذا اليوم، حيث قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق أن هناك 75,000 عسكري جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان، ولم تستطع هذه القوى حتى اليوم أن تدخل إلى عندما تدخل إلى الأراضي اللبنانية أن تثبت في أي نقطة داخل الأراضي اللبنانية. ما فعلته المقاومة وما تفعله المقاومة حيال هذا الهجوم وهذا العدوان هو تنفيذا أولا لواجبهم، ثانيا تنفيذا للتحدي الذي أطلقه سماحة الأمين العام رحمه الله الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله الله عليه، حيث قال أنه يتحدى العدو وجيش العدو بأن دباباته كلها ستحرق ولن يعود لديه دبابات، وذكره أيضا لنتنياهو أنه يتحداه في عدم قدرته على عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة. إذا أقول أنه حاول من محور اللبناني فلم يستطع، حاول باتجاه حيث الشعب فلم يستطع، حاول مسك مرتفع مارون الراس أيضا فشل، ذهب باتجاه العديسي والبركلة وعندما لم يستطيع ذهب على جنح الليل تحت جنح الليل وفجر بعض الأحياء في قرية العديسي، ولكنه لم يستطع أن يصل إلى مبتغاه وهدفه الطيبة، عاد أدراجه. فحاول البارحة أول البارحة بهجوم خادع أن يأتي من جهة المحور الشرقي من كفر شوبة وشبعة، وذهب باتجاه تلة الحمامس، وهو كان يريد هنا من تلة الحمامس أن يتمركز ويدفع أو يعزز نقطته الحيوية والتكتية في هذه المنطقة، لكنه لاقى ما يستحق، والمقاومة أوقفته عند هذا الحد، وهو انسحب البارحة إلى وادي العصافير، هو الوادي المحاذي للجهة الغربية لمنطقة الخيام، ثم اليوم استطاع أن يكون متواجدا على تلة الحمامس، لكنه ليلا يخرج من هذه النقاط ويعود خائبا، ثم يعود للمحاولة في الصباح. تمام. إذن طبعا المقاومة جاهزة للتحدي، وطبعا ما يحدث اليوم في جبهة جنوب لبنان هو التحدي بحد ذاته، وهذا ما يفسر ما قاله الشيخ نعيم اليوم في خطابه المشهود. أنا أرجع على كلام الشيخ نعيم اليوم، لكن خليني أذهب إلى الأستاذ أنور ياسين. أستاذ أنور حياك الله. أولا يعني الأنظار متوجهة لما يجري في جنوب لبنان بشكل كبير، لكن هناك ما يجري داخل فلسطين من عمليات بطولية، وهناك عمليات إجرام مستمرة. يعني أنا أحتاج من جنابك أن تضعني في صورة ما يجري في الداخل الفلسطيني. أستاذ أنور، أستاذ أنور تسمعني؟ صوت ما كان واضح أخي الكريم. عفواً، صوت متقطع عندك أخي. يعني الأنظار متوجهة اليوم خصوصا مع كلام تسمعني الآن؟ تسمعني الآن؟ الصوت متقطع. تمام، سأعود لك مرة ثانية دكتور هاشم. يعني الشيخ نعيم قاسم اليوم بدأ بتلميح، يعني تلميح ذكي جدا، يتحدث عن أنه من الممكن أن يكون يعني يتحدث عن نهاية نتنياهو، فيشير إلى أنه بتهديد واضح إلى أنه قد يكون قاتلك إسرائيلي. ما الذي يعني ذلك؟
لعلي قدمت فيما تحدثت به إلى الهتافات التي كانت تسمع في وتلقى في وجه نتنياهو من عوائل الأسرى في خطابة بالكنيسة، وجزء من هذه الخطابات كانت تذكير بما قاله شارون بكل إجرامه وصهيونيته قبل أكثر من 20 عام، قال بأن وصول نتنياهو الذي كان في بداية مستقبل السياسي إلى رئاسة الوزراء سيكون نهاية إسرائيل، وذكره بهذا الشيء. نعم الآن أيضا يهود باراك تحدث عن نفس الفكرة، نعم، وعن فكرة أنه 70 سنة وهذه الدولة لا يمكن أن يعني تستمر أكثر من 70 سنة. والهاجس الأكبر لدى الصهاينة هو الحالة الوجودية، أنهم وجدوا هنا واستقطبوا على أن هذا المكان هو الأأمن لهم، هو الذي يشعرون به بالأمان وأيضا بالقوة، وأنهم سيكونون في هذا الأمان في أيضا في منعة، وهم الذين يضربون ولا يضربون، وأنهم الأقوى في المنطقة والمسنودون من الأقوى في العالم اللي هي الولايات المتحدة. هذا كله انهار، والآن هذا الانهيار أصبح ملموسا بالنسبة للصهاينة. لم يكن المستوطنون والمستعمرون بهذه الحالة، صاروخ أو مسيرة تنزل 1,000,000 من الصهاينة تحت الأرض، لا يوجد أي نقطة في الكيان اليوم هي محمية من ضربات المقاومين. ثانيا تهدم أو انتهاء العقيدة الأمنية والاستراتيجية الأمنية للصهاينة التي كانت تبنى على 3 أشياء التي هي الردع، الانذار المبكر، والحرب الخاطفة. الردع الآن لا ردع، إسرائيل هي المردوعة الآن، لا ردع، يأتي الضربات وإسرائيل لا تخوف، صواريخ تتساقط في كل مكان، لا تخوف أحد، هذا أول جيد، ولا فقط الإجرام والقتل، وهو لم يعرقل مقاوما ولم يجعل أي حالة من الانكسار أو الاستسلام. أما ما يتعلق بالإنذار المبكر التي بنيت عليه، اتضح للعالم أجمع أنه لا قبة حديدية ولا مقلع داود ولا حتى الثاد، والآن الطائرات المسيرة تدخل وتبقى فوق سماء فلسطين المحتلة ويضيعوها أكثر من ساعة، والكيان الآن صواريخ تصل له ولا تستشعرها راداراته. صحيح. ووصلت الطائرات المسيرة للمقاومين إلى غرفة نوم نتنياهو الذي كان يقول بأنه سيعيد المستوطنين إلى شمال فلسطين، وتحداه السيد نصر الله وقال لن يعود أحد. اليوم نتنياهو لن يستطيع أن يعود إلى منزله إلى غرفة نومه. الأمر الثالث الحرب الخاطفة التي بنى عليه كصهاينة والكيان استراتيجياتهم العسكرية هي اليوم انتهت بشكل كامل. أكثر من عام هم يفشلون في تحقيق شيء أي من أهدافهم المعلنة في غزة بمساحة محدودة وفي حصار مطبق على المقاومة الفلسطينية التي تحقق الصمود والانتصار، وأيضا هم اليوم في حرب استنزاف مؤلمة وموجعة جدا، ولم ينفعهم ولم ينقذهم ويستنقذهم حتى الدعم الأمريكي والمشاركة الأمريكية في الحرب وفي إدارتها. هذه كل المؤشرات واضحة، وعندما تستحضر عبارات زوال إسرائيل في الخطابات السياسية وحتى عند الرؤساء الأمريكان والمرشحين للرئاسة كما ذكر ترامب في خطابه إلى اليهود في الولايات المتحدة، قال لهم إن أردتم أن تبقوا إسرائيل وتحموها من الزوال أعيدوني إلى البيت الأبيض. هذه كلها تشكل هواجس إلى من هم يصفون بأنهم متشددون متصهينون. صح. والخطر وجودي على إسرائيل تحمل مسؤوليته إلى نتنياهو فشل سوء إدارة تهور أو مصالح شخصية، لأنهم يعرفون بأن هذه الحرب جزء من استمرارها هو للحفاظ على مستقبل نتنياهو السياسي. وبالمناسبة قتل عزرا وايزمان أيضا بيد صهيوني متشدد، لأنهم تصوروا بأن تسامح عزرا وايزمان
بما يسموه السلام مع الفلسطينيين هو سيكون واحدة من مقدمات زوال الكيان. هذا الأمر نعم سيتكرر. ما طرحه الشيخ نعيم قاسم حفظه الله هو قراءة دقيقة، والجميع يعرف بأن حزب الله هو أكثر من يعرف الصهاينة ويعرف الكيان وأكثر من درسه ويعرف كل الدواخل الإسرائيلية، فبالتالي هي قراءة دقيقة بمعطيات دفعت الشيخ نعيم قاسم. يعني من زمن السيد الشهيد ولحد الآن أن حزب الله يقول ما يفعل حقيقة يعني، وهذا الذي أكده السيد صلى الله رضوانه الله عليه، يبدو قال سياق يعني. الأمور ما تشاهدون لا ما تسمعون. تمام، بس هذا نور تسمعني حضرتك الآن؟ نعم نعم أخي الكريم. أستاذ أنور أسمعك أخي الكريم. تمام أستاذ أنور، يعني ضعني في صورة ما يجري في الداخل الفلسطيني. أستاذ أنور ياسين ذهب الصوت. أستاذ أنور تسمعني حضرتك؟ أولا التحية لك، يعني ما سمعت السؤال ولكن بتقديري سيكون حول انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. أولا التحية لك أخي الكريم ولمشاهدي قناتكم ولضيوفك. بداية لابد من التأكيد أن حزب الله بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب بعد السيد حسن نصر الله الشهيد القائد حسن نصر الله هو وصل إلى قمة التعافي بعد هذه الضربات المؤلمة التي توجهت من قبل العدو الصهيوني لهذا الحزب المقاوم. وبتقديري خطاب الشيخ نعيم قاسم قبل تعيينه أمينا عاما للحزب أنا أتحدث عن يعني إملاء الشواغر في كل القيادات الميدانية والقيادات الوسطية والقيادات الأولى في الحزب، وبالتالي عندما تم انتخاب الشيخ نعيم قاسم تكون العملية قد اكتملت بانتخاب أعلى سدة الهرم في حزب الله، وهذا قمة التعافي على المستوى الحزبي وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الميداني. وخطاب خطاب الشيخ نعيم قاسم كان بمستوى هذا الحدث. أنا بتقديري الخطاب الأول كان هو شامل بشكل كبير، كان يتحدث أولا بشكل واضح للكيان الصهيوني بأن المقاومة هي سيدة الموقف على أرض الواقع، ولغة الميدان التي ركز عليها هي سيدة الموقف، والتأكيد على وصايا وصية القائد الشهيد حسن نصر الله. كل هذه الأمور كانت بمثابة رسالة قوية للكيان الصهيوني. من ناحية أخرى هناك كان خطاباً للأبطال على أرض الكيان الذين يحول إليهم، وهم الذين يؤدون اليوم واجبهم بشكل كبير بشكل متقاعد بشكل يظهر عدو صغير، وبالتالي هذا العدو على هذه المقاومة لا كما يريدها نتنياهو بعودة المستوطنين قضى على المقاومة وأنه قضى على كبيرة قوة المقاومة. المقاومة ما زالت تزيد من قدراتها وتزيد من يعني إمكانياتها حسب مواقيت المقاومة وليس حسب مواقيت الكيان الصهيوني ونتنياهو. اليوم عندما تكون المقاومة في هذه المرحلة وهي مرحلة من بداية لمرحلة جديدة من التصعيد التي تريده المقاومة وفقا لتوقيتها، لأن عندما تتعافى عندما يتعافى جسم المقاومة من هذه الضربات التي كانت منذ مدة مربكة نوعا ما للميدان، ولكن رأينا أن في الأيام الأخيرة كانت المقاومة على مستوى العمل الميداني بقمة العطاء وبقمة إنجازاتها على هذا المستوى على هذا التوقيت. وبتقديري العدو يدرك أنه فشله على مستوى الدخول لمئات الأمطار أو لإحدى القرى في هذه على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة مع جنوب لبنان. كل هذا هو تأكيد على أن المقاومة جاهزة بإمكانيات كبيرة بإمكانيات تزداد قوة كلما حاول العدو الصهيوني
الضغط على بيئة المقاومة والضغط من خلال الجرائم التي يرتكبها إن كان في البقاع، واليوم شفنا هناك ضغطا على نفسها، ولكن المقاومة متجذرة هذه البيئة، هي حاضنة لهذه المقاومة، وبالتالي تزداد قوة وصلابة وإيمان بإمكانية النصر وحتمية النصر، لا سيما أن قيادة هذه المقاومة قدمت نفسها في سبيل التضحية، في سبيل المواجهة هذه، وبالتالي القيادة الجديدة التي أصبحت بمعظمها هي غير يوني، وهي تجيبة للقيادة التي كانت سابقة، وبالتالي تقدر على مواصلة هذا هذه بحمل عبء المقاومين الذين استشهدوا والقادة الذين استشهدوا. المقاومة اليوم هي أكثر صلابة وأكثر تمسك بأهدافها، إن كان بالمساندة لشعبنا الفلسطيني حرب تطهير عرقي، لا سيما ما نشره في خلال الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة في منطقة بيت لاهيا ومخيم جبليا، عليه الشيخ نعيم قاسم، بأن هناك التزام مبدئي ليس فقط منه كقيادة آنية، إنما هي رسالة الشهداء، هي رسالة السيد حسن نصر الله المقاومين والقيادة الجديدة. على المستوى أيضا على مستوى جنوب يعني لبنان، نحن نعلم أن المقاومة أصبحت تمتلك ما يمكن أن يعني يجعل هذا العدو يرضخ لشروط المقاومة مهما بالغ في إجرامه وفي ضربه للعمق اللبناني، لا سيما مدينة بعلبك والمناطق الشمالية يعني من البقاع. ذلك لأن المقاومة تعافت مما حدث لها وأصبحت أكثر قدرة على التمسك بهذا الخيار. من ناحية أخرى أيضا، العدو الصهيوني الذي وعد مستوطني 60 و80 ألف بالعودة إلى شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم، اليوم يعاني من مزيد من النزوح من مناطق في داخل الكيان الصهيوني بعمق. أيضا على المستوى شمال فلسطين هناك أكثر من 25 مستوطنة ومدينة وبلدة صهيونية تم تهديدها من المقاومة وتم إجلاء العديد من سكانها، وأيضا هناك ما يقارب 1.5 مليون مهددون تحت نيران المقاومة في وسط الكيان الصهيوني في منطقة، يعني إن كان في حيفا أو في عكا أو في صفد أو في حتى في تل أبيب. إذن يعني هذا التأكيد على الربط بين غزة وبين المقاومة في لبنان، كيف يمكن أن يؤثر؟ هذا يعني احنا نعرف أنه السيد حسن نصر الله نفس الإعلام الكيان الصهيوني تحدث في أكثر من مرة، وقالت يعني قالوا بعض القياديين في الكيان الصهيوني قالوا حاولنا أن نثني السيد حسن نصر الله عن عدم ربط قضية لبنان بقضية غزة لكننا لم نستطع فاضطررنا إلى اغتياله. فهذا الخط مع الشيخ نعيم قاسم واضح جدا اليوم بربط غزة بما يجري في لبنان، كيف سيؤثر هذا على وضع المقاومين داخل فلسطين المحتلة؟ الشيخ نعيم قاسم أكد على رسالة السيد وعلى وصية السيد بأن مهما تكلفنا من تضحيات ومن يعني خسائر، نحن ملتزمون في هذه المساندة، في معركة المساندة. وأضاف لها الشيخ نعيم قاسم أننا نحن أيضا ندافع عن أن فقط في مواجهة في إسناد لشعب الفلسطيني في غزة اتفاقية لما كان يفكر فيه العدو الصهيوني من جرائم تجاه المقاومة تجاه شعبنا اللبناني. لذلك كانت معركة مركبة، كانت المعركة مزدوجة. صحيح أن الشعار مساند لشعبنا الفلسطيني، ولكن العمق كانت فيها دفاع نفس، دفاعا عن حقنا والكرامة واستعادة حقوقنا. لذلك ركز على الخيارين، خيار المساندة والإنساني والديني. هذا العدو مفتوحة منذ أكثر من شهر، منذ ما يقارب الشهر. هذه معركة لابد من الرد عليها بما يتناسب مع هذا التصعيد الذي يقوم به العدو الصهيوني. الجانب البارز في كلمة الشيخ نعيم قاسم الالتزام بالأخلاقي، الجانب الأخلاقي
أكد الشيخ نعيم قاسم أن هناك إجراماً صهيونياً واسعاً على المناطق المدنية وعلى المناطق الآهلة بالسكان وعلى المدن والقرى، إلا أن المقاومة ما زالت لديها سياستها الأخلاقية العالية بأن تركز أكثر على القوات الصهيونية المتقدمة إن كان إلى الحدود اللبنانية أو على المراكز العسكرية والنقاط العسكرية التي يتمركز بها العدو، أو حتى على تجمعات ومعسكرات ومراكز الإنتاج العسكري في داخل فلسطين. لذلك هذه ميزة ما زالت المقاومة ملتزمة بها، وهي تراهن على أن يجبر العالم أو يلزم العالم إذا كان هناك من صوت يسمع لهذا العالم أن يلزم هذا العدو الصهيوني عن الوقف، عن وقف هذه الجريمة التي لن تزيد المقاومة إلا قوة وشراسة وقدرة على المواصلة هذا الصراع، ولن تجدي نفعا هذه الجرائم بأن تؤثر على بيئة المقاومة وبنية المقاومة، والمقاومة مستمرة. ولكن هذا العدو الصهيوني إذا تمادى في هذا الإجرام فلذلك لن يكون أمام المقاومة إلا أن توجه رسائل قوية إلى العمق الصهيوني، إلى المجتمع الصهيوني، كي يقوم بالضغط على الحكومة الصهيونية لوقف هذه الجرائم، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التوتير في هذه المنطقة، وأيضا مزيدا من الخسائر إن كان عند العدو الصهيوني، وأن هذه الطريق فتحت ولن تغلق إلى أن يفهم هذا العدو الصهيوني أن ما يعتقده أن بزيادة القوة إن لم يحقق بقوة معينة أهدافه سيحققها بمزيدا من القوة، هذه سياسة فاشلة وستؤدي إلى فتح المجال واسعا أمام انهيار كامل لهذا الكيان الصهيوني. واضح أستاذ أنور. يعني سيادة العميد، يعني خطاب خطاب الشيخ نعيم اليوم مثل ما تفضل أستاذ أنور يعطي دلالة بأنه كل مفاصل الحزب اكتملت. كيف سيؤثر هذا على الفعل في الميدان، مع العلم أنه الحزب على ما يبدو لم يتأثر تماما بفقدان القادة. سيدي الكريم، في الحقيقة بالرغم من أن المقاومة لم تتأثر أصلا كونها قد عملت بمبدأ قتال البقع، وكنت أنا القائل سابقا في أحد إحدى الإطلالات الإعلامية على إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية أن ما فعلته المقاومة بعد استشهاد القادة وعلى رأسهم سماحة الأمين العام، أنها قامت هذه المقاومة في الجنوب باستخدام ما تعلمته أو ما فعل ما صنعه سماحة الأمين العام السيد نصر الله على مدى 32 عام باستعمال الخطط البديلة وتحديدا قتال البقع، وهو الذي يعتمد على قواعد السلوك المعتمد لكل بقعة تستلم محورا أو مسلكا أو جبهة. بالتالي قامت وفاجأت العدو بقتالها من الثبات، فقاتلت من الثبات وكأنها جيش وليس كأنها مقاومة، فتفاجأ العدو كونه كان يريد أن يفاجئ المقاومة أنه سيقاتل كما تقاتل المقاومة بإدخاله فرق أو مجموعات من ألوية النخبة من جولاني وإيجوز، وهو لم يعتمد في بداية سعيه باتجاه خرق الحدود الجنوبية اللبنانية على الدبابات لمعرفته أن عماد القدرة الدفاعية للمقاومة هو سلاح الكورنت والمضاد للدروع. لكن عندما قامت المقاومة بالقتال من الثبات فاجأت العدو كونها كبحت جماح سرعة النسق الأول من هذا الهجوم من هذه القوى المتقدمة، واستطاعت أن تصده على مدى 6 أو 7 أيام، مما أدى إلى هندسة عكسية، وهذه طبعا معنى مجازي، هندسة عكسية للعمل للإنجازات التي حققتها المقاومة في الميدان من أجل إتاحة الفرصة من ناحية الوقت ومن ناحية التقدير الموقف للقيادة الميدانية أن تعيد ترميم نفسها، وبالتالي للقيادة والسيطرة، ومن ثم وصولا إلى الأعلى المراكز القيادية في المقاومة. لذا أن ما سيحدث الآن بعد أن استقر الوضع
وبعد أن عادت كل الأمور إلى طبيعتها في البعد الاستخباري وفي البعد الاستعلامي وفي البعد العملاني وحتى في البعد التنظيمي واليوم في البعد الإداري في على صعيد الأمانة العامة التي هي تمسك كل المفاصل الاستراتيجية والتكتية للعمل المقاومة، فهي لها دور في السياسة طبعا، وهذا الدور ليس غريبا عنه الشيخ نعيم قاسم كونه منذ زمن كبير عايش الأمناء العامين انطلاقا من السيد عباس الموسوي رحمه الله وصولا إلى السيد نصر الله رحمه الله. لذا فهو يعمل على المنحة السياسي، وبالتالي وضع في خطابه هذا الموضوع واضح. وأشر إليه وقال أن هناك أي وقف إطلاق النار يجب أن يكون بشروط المقاومة، ولن تتوانى المقاومة عن فرض شروطها، ولن يفرض أحد عليها شروط. تمام، خليني أروح للدكتور هاشم أو أرجع لحضرتك مرة ثانية. دكتور هاشم، يعني الآن اكتملت الحلقات بالكامل، نستطيع أن نقول ذلك ما يتعلق بحزب الله، على الرغم من أنه كان واحد من الأسابيع اللي استشهد بها السيد صفي الدين ما بعد استشهاد صفي الدين، كان واحد من أقوى، يعني أسبوعين كانت من أقوى الأسابيع على الكيان الصهيوني، مع وجود مع معرفة، يعني معرفة من الداخل بأنه القادة استشهدوا. الآن اكتملت الحلقات، والحديث الآن عن أنه بوادر عن حديث لإطلاق النار، على وقف إطلاق النار بشروط مناسبة تفرضها المقاومة. كيف تنظر إلى هذا التحول؟ أولا هو عودة التعافي، لأن الضربات كانت موجعة، لابد أن نعترف بها، ولا يمكن أن يتحملها إلا حزب وتشكيل عقائدي مجاهد كحزب الله. أما التعافي وما حصل اليوم بعد الانتخاب والظهور الذي به الشيخ نعيم قاسم، الذي كان قد أكد قبل إعلان استشهاد السيد هاشم صف الدين أنه حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية ستنتقل إلى مرحلة الإيلام، وكان تنفيذها سريعا، هذه الضربات الأخيرة والموجعة إلى الصهاينة مع فشل كل ما أرادوا تحقيقه، هي التي دفعتهم إلى أن يتحدثوا بخيارات مرة والقبول، وأيضا هي التي دفعت أمريكا بشكل أكبر إلى أن تطرح مبادرات أو اقتراحات لمفاوضات، وإن كنا نعتقد بأن أمريكا لا زالت هي المشتركة في هذا الإجرام الصهيوني، وحتى ما تطرحه من حوارات أو مباحثات أو مفاوضات هو لاستنقاذ الكيان أو محاولة كسب وانتصارات بالمفاوضات عجز عنها العدو بالعمل الإرهابي وبحرب الإبادة. هذا كله بالمتغيرات الأمريكية والإسرائيلية هو بثبات وبقدرة وأيضا باستمرارية المقاومة الإسلامية وباستمرارية محور المقاومة بوحدة الساحات التي هي كانت فعلا لربما عند إعلانها لم يكن على الأقل جزء مهم يتصور أهمية هذا الإعلان. وحدة الساحات ما مذكرها يمكن أن تقدم، اليوم ثبت بأن وحدة الساحات استطاعت أن تواجه حربا أرادت وجود المقاومين في المنطقة ولربما في العالم، استطاع الأمر أن يثبت بأن الصهاينة فشلوا وسيفشلون إن شاء الله. وأنا أذكر بعبارة قالها الإمام الخامنئي في حرب 2006 بأن حزب الله سيكون قوة إقليمية بعد إعلان الانتصار في حرب 2006، وهو قالها أيضا بالتلميح بأن حزب الله والمقاومة في فلسطين سيكون قوة عالمية بعد انتهاء حرب الإبادة وإعلان الانتصار. أستاذ أنور ياسين تسمعني؟ أستاذ أنور تسمعني حضرتك؟ نعم أسمع، ولكن متقطع قليلا. في بداية الحديث كنت أسألك عن يعني عن الداخل الفلسطيني، عن العمليات التي تقوم بها المقاومة في داخل في الداخل الفلسطيني. حاولت أن أحصل منك على بعض المعلومات لكن كان الصوت متقطع، هل تفضلت بذلك لطفا؟
يعني هو ما يزيدنا فخرا واعتزازا أن هذا الشعب المقاوم الفلسطيني رغم هذه الجراح الكثيرة وهذا التدمير وهذا التضحية الكبيرة المقاومة قادرة على إيلام العدو وعلى تكبيد هذا العدو، لا سيما في المناطق التي يعتقد العدو أنه استطاع السيطرة عليها منذ الأشهر الأولى من معركته وعدوانه الإجرامي على قطاع غزة. نتحدث عن الشمال، عن منطقة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومنطقة شمال غزة. كل هذه البطولات هي تدخل في إطار ملحمة بطولية فعليا، أن العدو عندما يخسر أربع من يعني ضباطه وجنوده وجرح أحد الضباط الكبار في عملية ضد قوى نخبوية في داخل الجيش الصهيوني، فهذا يعني أن المقاومة ما زالت لديها القدرة على السيطرة والقيادة، وأنها تكبد العدو ليس بعمليات يعني إثبات حضور وإثبات ذات، إنما أيضا بعمليات مركبة بطولية تؤكد على أن هناك استدراج لهذا العدو الصهيوني إلى ما يعني تريده الكائن المركبة، تودي بخسائر كبيرة بهذا العدو الصهيوني. وأن العدو الصهيوني اليوم بدأ يئن بشكل كبير، وهذا نعلمه من خلال يعني المراكز أو الوحود أو القيادات الداخلية التي تتحدث عن أزمة حقيقية في فرار عدد كبير من الجنود والضباط من المعركة، إن كان في شمال فلسطين في مناطق الشمالية مع في جبهة لبنان، أو على صعيد الهروب من قطاع غزة، من المواجهة في قطاع غزة، لأنهم أصبحوا هم بدون استراتيجية وبدون هدف، يموتون بدون أي سقف لهذه العدوان ولهذه الحرب. لذلك يفرون لأنهم لا يعرفون إلى متى سيبقون يموتون دون أن يكون هناك هدف لحربهم وعدوانهم. وأيضا على مستوى شمال فلسطين، نعم هناك خسائر كبيرة بدأ يئن منها المجتمع الصهيوني، على الرغم من التكتم على حجم وطبيعة هذه الخسائر الكبيرة، إلا أن ما يعلنه العدو الصهيوني في هذه المعارك هي نسبة مع معارك سابقة وما حروب سابقة هي كبيرة. واحد من ضابط وجندي ممن قتلوا في شمال فلسطين، وهم وهناك المئات والعشرات والمئات من الجرحى. يعني فقط هذا باعتراف يعني العدو الصهيوني وما أجبر عندما يجبر على الاعتراف بهذا الشيء. يعني وهذا ما يزيدنا قدرة وقناعة على أن العدو الصهيوني كما فشل في غزة وما زال فاشلا في غزة بتحقيق أي هدف من أهداف حربه، هو في مواجهة المقاومة في جنوب لبنان التي تمتلك من الإمكانيات والقدرة وظهرها مفتوح لمزيد من الدعم والإسناد، هو سيفشل أكثر في جبهة جنوب لبنان والمقاومة في جنوب لبنان. فقط يعني إذا كنت تمتلك المعلومة بأن حضرتك كنت أسير لدى سلطات الكيان الصهيوني، كيف يخفون معلومات القتلى؟ يعني نشاهد في فيديوهات أنه مجموعة كبيرة من القتلى الصهاينة، وعلى وسائل الإعلام الصهيونية مجموعة بسيطة جدا. هل يقنعون الأهالي نعم بأموال مقابل عدم الكشف عن القتلى، أو هناك شيء آخر؟ يعني نعم هناك عائلات كبيرة تصلها المعلومة مع وعودات بأن لا يعلنوا هذا الخبر أو عن موت ابنهم مقابل أن يتم إعطائهم مبلغ من المال يسكتهم. ومن يعرف طبيعة هذا المجتمع الصهيوني الذي يعني اعتمد بكثير من الأحيان على الابتزاز، إن كان من الدولة أو من مؤسسات هذه الدولة، لأنه كان يسجل عندما كان يعني يمر صاروخ فوق منطقة سكنية معينة، كان يسجل العشرات والمئات هم أصيبوا بالرعب، أصيبوا بالهيلم. وهذا يعطيهم نوع من الكريدت أمام، وهذا نوع من الأفضلية عند الدولة لتأمين بدائل عن هذا الهيلم وعن هذا الخوف وعن هذا الرعب. لذلك أصبح هناك مزاجا عاما في هذا المجتمع الصهيوني بالابتزاز والاستفادة. وكثير من العائلات يعتبرون أن الخبر بإعلان ابنهم كقتيل في هذه المعركة لن يجديهم نفعا، وبالتالي هو مات لن يعود الى للحياه في حال فياخذ مقابل هذا اموال يعني مقابل السكوت تم الاعلان عنه. لذلك ياخذون المنحى الابتزازي والمنحى الاستفاده الانانيه في هذا الموضوع. وايضا هناك ايضا اخي الكريم
هناك أعداد كبيرة من المرتزقة، هناك عملاء من جنوب لبنان فروا مع الكيان الصهيوني، اليوم كثير منهم هم يخدمون أيضا على الجبهات ويموتون، وبالتالي هؤلاء لا سائل عنهم، وبالتالي يتم الإخفاء لأنهم لا من يسأل عنهم. وأيضا هناك جنود بهويات وجنسيات أخرى تم استجلابهم كمرتزقة يستفيدوا من هذه الحرب ويموتون في هذه الحرب قبل أن يستفيدوا. شكرا بسيد أنور ياسين الإعلامي والأسير الفلسطيني المحرر من بيروت، وشكرا للعميد بهاء حلال الخبير العسكري من بيروت أيضا. شكرا للدكتور هاشم الكندي الباحث في الشأن السياسي معي في الاستوديو. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.